زوجي تاجر ويعطيني استحقاق أقل ويحارب نجاحي، ممكن يكون خايف. ما المفروض إنه أنتي تنجحين ويكون الموضوع كأنه تحدي؟ ما المفروض؟ يعني من ذكاء المرأة، طبعا مو دائما ذكاء، مرات هو يعني يكون الطرف الآخر يعني عبيط سواء كان رجل أو امرأة. يعني من ذكاء الشريك إنه يفهم الشريك الآخر ويحسسه إنه نجاحي نجاح لك، إنه أنت مستفيد من هذا النجاح، إنه أنت مستفيد. يعني إذا المرأة صارت ثرية يعني معلش أكيد زوجها بيستفيد، أكيد. إلا ما يستفيد يعني، إلا ما يستفيد، ما راح يطلع خالي إلا ما يستفيد. تالي يعني لازم هو يفهم هذا الشيء، إذا نجحت زوجته إلا ما يستفيد. فمهم إنه شريك الحياة يفهم هذه القصة أو توصل له أو شعورها يوصل. مرات يعني بعض الأشخاص أو بعض الشركاء يحسسون الطرف الآخر إنه الموضوع إنه أنا سأتفوق عليك. لا، الموضوع مو كذا، موضوع مو كذا، الموضوع إنه أنا مستفيد وأنت مستفيد من الموضوع. إذا كان زوجي ثري وأنا ما أملك حتى وظيفة، هل أنا فقيرة؟ أحس بعدم أمان. لا، أنت مو فقيرة، مدام زوجك ثري فأنت في كارما الثراء هذه. لا، ما أقدر أقول أن أنت فقيرة، أنت موجودة في كارما زوجك، هو ثري، فهو اللي بيعيشك في نفس المستوى اللي هو عايش فيه، بيوكلك، بيشرك، بيسكنك في بيت، لو جاء شيء لا سمح الله أنت بتورثين أموال منه. فما المفروض أنه تحسين هذا الإحساس؟ فتقولي أنا أحس بعدم الأمان. ليش؟ ليش تحسين بعدم الأمان؟ يعني ما المفروض يكون في هذا الإحساس مدام زوجك ثري؟ الذي كان في شيء ثاني، وأنا ما أملك حتى وظيفة. إذا تعتقدين إنه الوظيفة هي تعطيك أمان، روحي توظفي. تعتقدين إن الوظيفة هي يعني راح تعطيك أمان، روحي توظفي. ممكن تكتشفين بعدين إنها لا، ما أعطتك الأمان، إنه الأمان شيء داخلي أنت لازم تشتغلين عليه، ما له دخل. أو ممكن هي طبيعة العلاقة متوترة، ما لها دخل في موضوع الفلوس. فلازم تكتشفين من وين جايك هذا شعور عدم الأمان. وش الكتاب اللي تنصحوني أشتريه للدكتورة؟ تسألينها ولا تسأليني؟ إذا تبغين تسأليني أبغى أقولك لا تقلق. صراحة أنا بالنسبة لي أعتبره أحسن كتاب سويته، لا تقلق. ومن الجمال اللي فيه أنه يعني أفضل كتاب أعرفه للإهداء، خصوصا لما يكون عندك شخص مريض، شخص عنده أزمة مشاعرية، شخص عنده صدمة. ما في زي كتاب لا تقلق. مرات ما تقدر تقول الكلام، أنت مرات ما تقدر تقول له يا عمي طز، يا عمي طنش، يا عمي ترى الموضوع مو مهم. تحس إنه ما رح يأخذ منك، أو تحس إنه ممكن يزعل. عطى كتاب لا تقلق، أنا مأدي الدور في الكتاب، قايلت له طز، وقايلت له ما عليك، وقايلت له أنت في الطريق الصحيح. فممتاز جدا، يعني يساعد الناس اللي في الحالات الحرجة والصعبة وفي الصدمات في المشاعر إنهم يشوفون أحسن، انهم شوية يشيلون النظارة السوداء اللي هم متورطين فيها في هذه اللحظة. طيب، هل الحقبة الزمنية في مكان ما تلعب دور في الثراء الفاحش؟ طبعا بدون ادنى شك. يعني منسي موسى لو كان موجود الان في زماننا توقعون صار عندها المبالغ؟ ما اعتقد، يعني كانت قصقصت الاشياء يعني الا ما يكون الموضوع يعني تغير بطريقة او باخرى. فأنا أعتقد أنه الفترة التاريخية نعم تفرق، تفرق كثير. والميزة اللي إحنا نعيشها في الفترة التاريخية أنها فترة انتقالية، أنه إحنا قاعدين ننتقل من مرحلة لمرحلة، لذلك في ناس رح يسقطون من سلم الثراء وفي ناس رح يطلعون. ففي فرص، في فرص يعني كثير تقدر أنك تستفيد منها لأجل المرحلة التاريخية اللي نعيشها. ميلو حبيبتي تقول كيف أتأكد إن طريق ما هو احتمالي الأفضل؟ لا أستطيع شراء الكورس. حبيبتي إن شاء الله يربي يقويك ويغنيك يا رب، ويوم الأيام تستطيعين تشترينه وتستمتعين فيه. الطريقة اللي أقدر أقولك إياها عشان تعرفين إذا هذا احتمالك الأفضل إنه تجربين، بتجربين يعني تحاولين 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 لما يضبط الموضوع، لما تلقين الموضوع، لما تكتشفين الموضوع. لما يكون الواحد ما يعرف نفسه فهو يضطر انه
اما انك تقعدين تتعرفين على نفسك او انك انت تجربين لما تصلين للخلطة. سيستر حبيبتي تقول: هل تحويل المال الى مجوهرات ذهب افضل من ادخاره؟ وهل هذه الخطوة تعتبر خطوة للثراء؟ والله ارجع واقول لك انه يعني ما حد يعرف الحقيقة، يعني ممكن تحصل القصة هذه اللي موجودة في التاريخ وينحسر الفرات ويتضربوا الناس على الذهب ويصير الذهب ما يسوى ولا شيء، تصير كل القصة اللي دخلتها البشرية في موضوع الذهب لا يساوي شيء، تصير الفكرة خدعة. طب ليش الذهب؟ ليش ما هو الفضة؟ طب ليش ما هو الفضة؟ ليش ما هو كذا؟ ليش ما هو كذا؟ ليش ما هو كذا؟ عرفت الفكرة؟ يعني انت ما تدرين القصة اللي دخلتها البشرية منذ يعني قرون، ما تدرين يعني هي تتماسك ولا ممكن تنهار مع التغيرات التاريخية. وفي نفس الوقت تقولين: طب انا لو خليت الكاش، هل الكاش يعني بيقعد معاي ولا تنهار العملة؟ برضو ما ندري، ما نعرف. لكن الشيء اللي اعرفه بالمنطق انه الشيء الممتلك، الاصل الممتلك، هو ما في كلام، هو في قيمته، ما في كلام انه في قيمته. الشيء الممتلك المنتفع اللي تنتفعين فيه بشكل حقيقي مثلا زي البيت، ما في كلام انه هذا انت قاعده تنتفعين فيه. طيب الذهب معروف بممتلكاته الخاصة ومعدن مميز ونادر. طب ماذا لو اكتشفوا كذا مغارة يعني تكفي كل العالم من الذهب؟ بيرز حبيبتي تقول: ليش كلها أفكر بأني بصير ثرية بس ما قاعدة أسوي شيء؟ في الغالب ممكن تكونين عايشة في مرحلة الشهوة على سلم هاوكنز، ويكون عندك رغبة شديدة بالمال لكن طاقتك ضعيفة، فبالتالي ما تسوين شيء، بس يعني تبغين الثراء بس ما تسوين شيء، فما توصلين لشيء أصلا. فهذا هو تفسير في الغالب، إنه طاقتك ضعيفة وشعورك المتطرف برغبتك في المال يخلي إنه ما في أمل نتحرك ولا في أمل نوصل مكان. لازم تغيرين شعورك، لازم تشتغلين على شعورك. أقترح عليك تحضرين كارما الثراء لنناقش الأفكار والمشاعر وتتغيرين من الداخل. أريد أصبح ثرية، ما هي المادة اللي لازم أشتريها راح تساعدني؟ لازم تشترينها. ممكن شخص يشتري بدون ما يعني يكون ثري بدون ما يشتري أي مادة، يعني ممكن الشخص يكتشف خلطة الثراء. بس أبغى أقترح، إذا تقولين أنا أبغى أكون ثرية أقترحي علي مادة، أبغى أقترح عليك كارما الثراء. تقول لك صاحبة السؤال: الامتنان هو الحل. عسى ما انتي تقولينها يا قصدك للي نايمة اللي قبل شوي، تقولينها للي نايمة دي قبل شوي اللي نايمة في السرير، تقعد تعطينها الحل الامتنان، دفتر الامتنان. تقولين لها استمري نايمة بس جيبي الدفتر الامتنان كذا، يعني هذا قصدك يعني انها هي يعني تمتن كل ليلة وتكمل نومها؟ هذا هو حلك يعني، أو اقتراحك الحل لها؟ لا يمكن، ما تستطيع أنها تدخل الثراء. تجيب إن شاء الله مجلدات من دفاتر الامتنان، لا يمكن، لن تستطيع أنها تدخل الثراء. أنها مسدحة وتمتن، لن تستطيع أن تدخل الثراء، لا يمكن. هاي قوانين. نامي أنت واحتفظي بنصايحك لنفسك، أنت نامي معها واحتفظي بنصايحك لنفسك. رجاءً. إنسان ما وصل هدفه ما يقدر يمتن ترى، أوكي؟ ما يقدر يمتن يكون امتنان حقيقي من قلب. يعني تمتن عشان تبغى فلوس صح؟ الله العالم، روحانية بفلوس. تمتن عشان تبغى فلوس، ها؟ تمتن يا ربي ها بصلي ها بصلي ها المليون. بليز على الاقل ما دام انت يعني ضايعه لا تضيعين العالم معاك، احتفظي بدفتر الامتنان لنفسك. ما يحتاج يعني العالم قاعدين يدورون على يعني الطرق التي لا تعمل،
لأنهم لا يريدون أن يعملون. ما يحتاج زيدين الطين بلة يا جماعة، يعني ليش كذا؟ ليش قانون السعي كثير تشوه عند كثير من الناس؟ قانون السعي يا جماعة قانون يعني رئيسي، رئيسي قانون السعي. كيف بعض الأشخاص يتصورون أنهم يدخلون كارما الثراء بدون سعي؟ كيف؟ شلون؟ مين ضحك عليهم؟ مين أغراهم؟ مين خدعهم؟ مين؟ 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 مين ضحك عليك؟ مين قال لك أنه أنت ممكن تدخل كارما الثراء بدون ما تسعى؟ مين؟ قانون السعي هذا ما تقدر تطلع من الموضوع. قانون السعي من القوانين الرئيسية التي قامت عليها الحياة الدنيا، من القوانين الرئيسية. يعني يقال لو أنك أنت ترمي السعي برا فأنت رميت القصة كلها برا. لو أنت قررت أنك ترمي موضوع السعي أنك خلاص ما تبغى تسعى، فأنت رميت كل القصة أصلا. القصة كلها قائمة على السعي، ما تقدر تهج من الموضوع. اليوم بكرة دفتر امتنان، دفترين امتنان، مجلد امتنان، مجلدات، ما له دخل. لا تستطيع. تخادع مين أنت؟ تخادع مين؟ تخادع نفسك. راح تقعد في الطريق وتطول وتطول لما تكتشف انه انت زيك زي كل البشر، زي كل البشر. شفت الانبياء والرسل وكلهم ما انسدحوا وبلغوا الرسالة وهم منسدحين، راحوا وحاربوا وقاتلوا وهم روحانيين، ها، ومراحل وافاتارات. تحركوا، راحوا وحاربوا وقاتلوا عشان يوصلون رسالتهم، واجتهدوا واشتغلوا ماديا وفكريا وشاعريا، كله شغل، كله سعي. انت مين عشان ما تسعى؟ انت مين؟ انت مين؟ اشرح لنا انت مين. اذا الانبياء والرسل والافاتارات سعوا، انت مين؟ مين مين خارج القصة اللي احنا نعرفها؟ ما تقدر. ارجوك بطلوا، بطلوا يعني حركات سذاجة. بطل يعني شغل انه بحط لي دفتر امتنان وبعدين بدخل عالم الثراء. شلون؟ شلون؟ يعني الامتنان هو جزء من العمل، لكن فيه سعي لازم تسويه كامل، لازم تسوي شغلك كامل. قم اشتغل، قم اشتغل، الله يعافيك. في ناس يحتاج لهم يعني كل مخهم يحتاج لإعادة تركيب لقانون السعي، كل المخ يحتاج لإعادة قانون السعي.